السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد العبدلي معكم اليوم زي ما وعدكم أبو فيصل. اليوم بنوريكم إيش اللي صار معنا في الإكسبلورر هذا وكذلك الإكسبيديشن اللي كانت معنا أمس. العميل جانا طبعا يطلب تصليح سيارته ويقول أبغاكم تغيرون لي ضفيرة وكمبيوتر، وإذا أمكن توضون لي الجير. فقلنا له هون عليك، خلينا نفحص السيارة أول وبإذن الله نشوف إيش العطل بالتحديد ونصلح لك سيارتك. العميل مر على أكثر من مركز وفحصوا له سيارته وعطوه القائمة هذه، فمن حقه والله يقول غيروا لي كمبيوتر وضفيرة ووضبوا لي الجير وبالمرة غيروا لي سيارة. بالنظر شايفين فيه مجموعة التماسات حاولنا نفرقها ولكنها ليست كثيرة. يتهيالي ان الضفيرة شبه جديدة ما عدا الاعطال هذه. اذا اول شيء بنشيك له الضفيرة سريعا وبنشوف ايش يصير معه. المشكلة الرئيسية اللي على اساسها صاحب السيارة حاب يصلحها وجابها عندنا اللي هي الجير ما يعشق مضبوط، وكذلك عزم السيارة ضعيف جدا جدا. طبعا زي ما قال لكم ابو فيصل، بدينا في السيارة من امس وفحصناها ووجدنا عدة أعطال أهمها وأكثرها في الجير، وأعطال متفرقة على أجزاء السيارة. طلعنا نجرب السيارة ونفحصها على الخط، وجدت أن السيارة تمشي على ترس واحد فقط، عزمها ضعيف، ولكن لا يوجد أصوات في الجير ولا طقطقة ولا تنتيع. الريوس ممتاز جدا، وقلنا نروح على اللايف داتا ونشوف السيارة على أي ترس ومتى تعشق. احنا على اللايف داتا لقيناها ماسكة على ترس واحد فقط وهو الرابع، تقوم فيه وتمشي فيه ولا تعشق. هذا خلل شائع في السيارة هذه اللي هو شريحة الجير، ولا الاسم الثاني اللي هو حساس الجير. فقلنا نفحص حساس الجير ونتأكد. هذه عبارة عن مجموعة سولونايدات تفتح بناء على أوامر من الكمبيوتر، وعلى أساسه تضخ زيت في مجاري معينة السيارة بعدها تعشق. أي قطعة إلكترونية داخل السيارة عشان يكون شغلك مضبوط قبل تغيرها، تطبع الدايجرام الخاص فيها وتشيك الكيابل اللي داخلها واللي خارجة منها قبل أنه أنت تغيرها. القطعة هذه على سبيل المثال مرتبطة بكمبيوتر السيارة، وهذه الخطوط الواصلة بينها ومرقمة من ناحية كمبيوتر السيارة ومرقمة من ناحية القطعة نفسها. إذن بأطراف الملتيميتر من الجهتين، رقم 4 من جهة الحساس ورقم 34 من جهة الكمبيوتر، المفروض تعطي جرس، أي بمعنى واصلة مع بعض، ونفحص فولتيتها في حال أنها كانت مفصولة علشان نتأكد أن هي ما هي ملتمسة مع البودي. فكينا الفيش طبعا علشان نبدأ فحص الضفيرة من الجهة هذه ومن جهة الكمبيوتر، فتفاجأنا انه المسمار مصدي تماما والاسلاك ما هي راضية تنفك، ملتحمة داخل الفيش مع بعض وما احنا قادرين نفكها علشان نشيك عليها. السبب موية تمشي على الكيبل جاية من فوق، يبدو لي من خلف الثلاجة، تمشي على السلك نزولا الى وصلت الى الحساس وخربت الحساس. إذن عرفنا العطل وبإذن الله بنقوم بالإصلاح، ولكن عندنا مشكلة. الحساس هذا علشان ينفك لابد ينفك كرتير الجير وتنزل القطعة، بعد كذا نشيك هل الكيابل فقط خربانة وإلا الحساس أصبح معهم تالف. واليوم بإذن الله بنكمل مع بعض خطوة بخطوة إلى أن تصلح السيارة. طارق نشيط ما شاء الله عليه من الصباح، فك الكتير وجاهز لفك القطعة. طبعا هذه هي القطعة بعد الكرتير مباشرة موجودة القطعة، ولها أكثر من مسمار، وهذا واحد من السولونايدات واضح، وهذا الثاني، والفيش مع الأف بالأعلى. لازم نفك ننزل القطعة تحت علشان نقدر نحرر الفيش، وبعدها نوريكم إيش صار فيه. وهذا مكان القطعة بعد ما فكيناها، وهذا هو الفيش اللي ما كان راضي يطلع من الخلف. هذا هو، واضح عليه آثار الأملاح والاحتراق، كذلك
رافض يخرج عكس. هذه هي القطعة اللي فكيناها من الفيش، وواضح داخل الفيش آثار الكربون، كذلك البنة الثانية أو الثالثة من اليسار مش موجودة نهائيا، بفعل الكربون والالتماس ذابت واختفت، والبقية كربون زي ما انتم شايفين، ما في أي توصيل بين القطعة وكمبيوتر السيارة. وهذه القطعة البديلة اللي بنركبها للعميل جديدة، والبنات مكتملة، وبإذن الله تضبط السيارة. هذا الفيش فكيناه، رفض يخرج بالأخلاق العادية، وخرجناه بالقوة، تكسر شوي بس أصلا تعرف. اشترينا للعميل فيش من التشليح، بنركبه بالهوت شرينك، بنضبطه 100% ونوريكم النتيجة بعد ما نخلص مرة واحدة. وهذا الآن الإكسبلورر ما شاء الله تبارك الله طلعنا نجربه، أبو حميد قاعد يسوق وأنا ماسك الكنترول هنا، فالسيارة ما شاء الله تبدل تمام من أبدع ما يكون. هذه التبديلات العكسية 3-2-1، وقفنا على مطب طبعا، والآن انطلقت السيارة، وهذه التبديلة الثانية، وهنا عندنا يوتيرن، حنشوف إيش حتسوي السيارة. رجع للون لما وقفنا، نوريكم الآن التبديلات من 1-5. السيارة طبعا 5 تعشيقات، بسم الله، هذا 1-2 وهذا 3، حتجينا الآن، وهذا رجع دعس دعسة ثانية فاستمر في 3، بدل 4 ورجع سريعا، هذا 4، والآن نشوف الترس الخامس، وهذا بدل الترس الخامس. الآن الجير ما شاء الله من أبدع ما يكون. طبعا للأسف لا زال في بعض الأعطال بالنسبة للمبة الإيبس والتركشن، هذه طبيعية لأنه أصلا الكمبيوتر اللي راكب عليه مو حقه، مبدل بناء على طلب الزبون أمس لكي يقتنع أنه العطل ما هو كمبيوتر، لأنه كان جاينا يطلبنا نبدل له كمبيوتر، فحنرجع كمبيوتر وراح تختفي كل هذه اللمبات. طبعا نقدر نبرمجها وتنطفئ، ولكن ما له داعي نكلف العميل تبديل كمبيوتر وكمبيوتر سيارته سليم. وكمان حنسوي مراجعة للضفيرة، في بعض الحساسات لا زالت داخل الجير لا تعمل، مثل حساس التي اف تي اللي هو ترانزميشن فلويد تمبريتشر سنسر، نسوي له مراجعة نهائية، وبكذا نكون خلصنا السيارة. الآن جيرها ما شاء الله تبارك الله من أبدع ما يكون.